Which of the following organisms doesn't or don't have a level in the taxonomic hierarchy؟ يعني living organisms ملهوش مكان في التسلسل التصنيفي الهرمي. احنا عملنا kingdom وعملنا phylum عملنا class، مش موجود، ملوش، او تحديدا مش موجود في اي kingdom من اللي عملهم ويتيكر، مش موجود لا مونيرا ولا بروتيستا ولا فانجاي ولا ده. مين طبعا؟ البريون، بريونز، البريونز او الفيرويدز او الفيروسز. Which of the following organisms is classified by the scientist Whittaker in the modern classification؟ موجود هنلاقيه في الكينجدومز اللي عملها ويتيكر. HIV، أفكرك HIV ده الفيروس اللي بيسبب الإيدز، مرض المناعة المكتسب، فطبعا ده أنت بنستبعده، أي حاجة فيها فيروسز هنستبعدها، مش ما كانتش في التصنيف اللي عمله ويتيكر. Variants of mad cow disease، قلنا طبعا البريونز بنستبعدها، مش موجودة. Tomato apical stunt virus، أي حاجة فيها virus ابعد عنها، مش هنلاقيها. مين طبعا؟ الملاريا بلازموديوم، طبعا ندور عليه بالظبط، موجود في كينجدوم بروتيستا، الكينجدوم الثانية. فايلم سبوروزوا، بنعمل كلاسيفيكيشن كينجدوم بروتيستا، فايلم سبوروزوا، كلاس ايه؟ كلاس سبوروزوا، لقيناه خلاص. ملاريا بلازموديوم، ملاريا. Which of the following diseases، عايزين مرض that its pathogen، مسبب المرض ده أو الكائن اللي هيسبب المرض ده is not classified according to modern classification system، مش بيصنف أو مش موجود في التصنيف الحديث للكائنات الحية، يعني مش هنلاقيه في Five Kingdoms بتاعة واتيكر. طبعا COVID-19، مين اللي بيسبب COVID-19؟ كورونا فيروس، زي ما اتفقنا الفيروسز الفيروس البيونز كلها مش موجودة في فايف كينجدومز بتاعت واتيكر. أما السليبينج سيكنس ديزيز، مين اللي بيسببه؟ الترايبانوسوما موجودة، مالاريا ديزيز اللي بيسببه البلازموديوم موجود، الإليفانتياسس بيسببه بعوضة بتنقل بورم اسمها نيماتودا، طبعا البعوضة موجودة في المودرن كلاسيفيكيشن سيستم. المهم احنا بندور على فيروس فيرويدز فيونز. The following diagram illustrates، بيوضح a trial، محاولة for the classification of living organisms، لتصنيف الكائنات الحية. تعال نبص living organisms الكائنات الحية، تصميم بس autotrophic organisms، وهم طبعا البلانت كينجدوم، البلانت هم الاوتوتروفيك، يعني بيعملوا فوتوسنتسيس بروسس وبيعتمدوا على نفسهم في انهم يعملوا غذائهم. وهيتروتروفيك اورجانيزمز، هنا نقصد الانيمالز. هنا هندور على الساينتست اللي قسم الليفنج اورجانيزمز لقسمين بس، اوتوتروفيك وهيتروتروفيك، او بمعنى اصح انيمال كينجدوم وبلانت كينجدوم. انا هدور على ساينتست قسم living organism لقسمين، Carlos Linnaeus. لما ويتيكر، لا طبعا لانه قسم living organisms كلها ل 5 kingdoms فده ما ينفعش. ارستوتل، لا ارستوتل قسم فعلا لانيمال وبلانت، بس الانيمال طالع منها قسمين والبلانت طالع منها ثلاث اقسام، فمش هينفع معايا كمان ارستوتل. بوفيري مش معانا اصلا، مش من الساينتستس اللي عملوا الكلاسيفيكيشنز، تمام. فانا عايز اقول لك ان الاوتوتروفيك دي بتشير او بتوحي للبلانت على طول، هتفكرك بالبلانت كينجدوم مونيرا. هنسال اول سؤال، بيقول لك all monerans، يعني البدائيات بقى كلهم، are characterized by، يعني انا بيسالك على living organisms اللي جوه كينجدوم مونيرا، بيقول لك monerans characterized by، بيتميزوا بإيه؟ living in definite environment، بيعيشوا في بيئة محددة. بعد كده نروح لكينجدوم مونيرا وشوف قسم الأركيوباكتيريا وقسم اليوباكتيريا،
بيعيشوا في الاير لاند الووتر، يعني مش في definite environment ولا حاجة. عندها a nucleus with a definite shape؟ لا طبعا ما عندهاش nucleus. بص كده ال DNA ال genetic material متبعتر كده في السيتوبلازم، فملوش شكل محدد. dividing الانقسام meiotically and mitotically؟ لا. أمال بتنقسم إزاي؟ خلية واحدة بتتقسم اتنين تبقى خليتين. الخليتين الناتجين بيبقى عندهم نفس ال DNA ونفس المادة الوراثية اللي في الخلية الأم. حصل إزاي ده؟ ال DNA بيحصل له duplication تضاعف، بعدين بتتضاعف، وكل ال DNA بعد التضاعف بقى بيدخل في خلية بعد الانقسام. أصبح الناتج أو الخلية كده بتعمل reproduction إزاي؟ بتتكاثر إزاي؟ خلية واحدة بس انقسمت طلعت خليتين، كل واحدة فيهم عندهم نفس كمية ال DNA اللي كانت في parent cell أو الخلية الأم. ده اسمه إيه؟ أو ده أي نوع من ال division؟ ده mitotic division، ده اسمه mitotic division أو بيحسب بال mitotic division، أبسط أنواع الانقسام. يبقى هي دي طريقة المونيرانس في التكاثر، هي دي طريقتهم في التكاثر. أما the opposite figure answer بيسألك، تعالى نتعرف عليه، مين ال living organism الأول ده؟ ده النسر، تعالى ندور عليه. هتدخل الأول kingdom monera، هتلاقي two divisions قسمين، تدخل على ال eubacteria هتلاقي النسر أهو. النسر ما تنساش ده autotrophic، يعني عنده كلوروفيل وبيعمل photosynthesis process. خلاص احنا عرفناه. وبينقسم ازاي؟ binary version، هي واحدة تتقسم اتنين زي ما شفنا. بيسألك بقى it has nuclear membrane، بنقول ده تبع المونيرا، والمونيرا ما عندهمش nuclear membrane. complex structure خالص، بسيط جدا في التركيب. contains chlorophyll pigments، لسه قايلين خد بالك من النص عنده chlorophyll pigments. sex is separated، يعني الميل لوحده والفيميل لوحده، ما فيش الكلام ده في البدائيات. لكن الحياة بتتكون من خلية واحدة بس بسيطة في التركيب، مفيش هنا حتة ميل لوحده وميل لوحده. Basic standard in classifying these organisms among monera أو monerans. الأساس اللي عليه حطينا النوستوك هنا في كينجدوم مونيرا. كينجدوم مونيرا اللي هي مملكة البدائيات، كائنات الحياة البدائية جدا، لانه بيتكون من خليه واحده بس. واهم حاجه ان النيوكليوس بتكون بروكارياتيك. يعني ايه النيوكليوس بروكارياتيك؟ يعني ما عندوش نيوكليوس اصلا، يعني بدائيه جدا، يعني هو الدي ان ايه متبعتر كده في السيتوبلازم، مش سراوندد باي ميمبرين، مش بيحيط بيه ميمبرين، فما عندوش نيوكليوس وبيتكون من خليه واحده بس. على الاساس ده حطيناه في كينجدوم مونيرا. يبقى ازاي حطيته؟ على اساس ال type of nucleus انه prokaryotic. عنده blastids بس مش هو ده اللي عشان كده blastids بقى، يبقى انا كنت حطيته تبع ال plants النباتات، لكن لانه بدائي جدا بيتكون من خلية واحدة وما عندوش nucleus فحطيناه في مملكة البدائيات. او how far are these statements correct؟ ما مدى صحة العبارات دي؟ all archaeobacteria، البكتيريا القديمة الأركيوبكتيريا live in harsh environmental condition، كلهم بيعيشوا في ظروف بيئية صعبة ودرجة حرارة عالية وملوحة. لا بيقول most of them، most of them مش كلهم. يبقى أول statement wrong. The body of all kinds of bacteria is surrounded by this structure that consists of the same material، يعني كل انواع البكتيريا الجدار بتاعهم بيتكون من نفس الماده. تعال نبص هنا، بيقول ان الاركيوبكتيريا differ from اليو بكتيريا in the structure of both cell membrane and cell wall. بعد كده ان السيل وول بتاع الاركيوبكتيريا بيختلف عن اليو بكتيريا، يعني مش كل انواع البكتيريا جدارهم بيتكون من نفس الماده ولا حاجه. وبالتالي التو ستيتمنت كمان statement التانية wrong، يعني بقول إن two statements are wrong. The following figures illustrate four cells، أربع خلايا.
of different living organisms, which of them belongs to Monera, مملكة البدائيات خالص، أول واحدة. طبعا هنا animal cell، انت شايف ميتوكوندريا وشايف organelles كتير ونيوكليس، مش ممكن هياخد اي سيل عندها نيوكليس، مش هياخد اي سيل موجود عندها نيوكليس خالص. ده ما شاء الله A و B عندهم نيوكليس وعندهم organelles كتير، والأميبا كمان هنا في نيوكليس. هختار C. ليه؟ لأن البدائيات أو المونيرا بتتميز إنهم بروكاريوت، بمعنى إن ما عندهمش نيوكليس، والـ DNA متبعتر في السيتوبلازم، يبقى C. When examining two drops of water، عملنا فحص لعينتين من ميه من مصدرين مختلفين، يعني أخدنا water drop من مكان اسمه سلفر هوت سبرينج، عين حلوان، مكان في عين حلوان ميه، عيون من الميه. طبعا الجو بيبقى هناك هوت، والمكان ده او الميه دي بتكون غنيه بالسلفر الكبريت. خدت بالك طبعا harsh environmental conditions، ظروف بيئيه صعبه. والعينه التانيه من fresh water spring، fresh ميه عذبه، water spring واضح ان الظروف البيئية هنا كويسة، في مكان اسمه عين السيلين. لاحظنا microscopic organisms، طبعا عملنا فحص في الميكروسكوب ولقينا الكائنات بتتحرك، ما شفناهاش غير تحت الميكروسكوب، فاسمها microscopic organisms. لاحظنا بقى، فبيقول لك ان samples after examining بعد الفحص، it was found لقينا that they are different in the composition of A. microorganisms اللي فحصناها هنا في العينة الأولانية في السلفر هوت سبرينج بتختلف عن الميكروorganisms اللي شفناها في العينة الثانية في الفريش ووتر سبرينج. مختلفة في إيه؟ طبعا في السيل ممبرين والسيل وول. الأورجانيزمز أو الميكروorganisms أو طبعا البكتيريا الموجودة في المكان الأول في السلفر والهوت سبرينج، طبعا بيكون السيل وول والسيل ممبرين بيكونوا thick وبيتكونوا من مواد تساعد على قوة تحمل درجة الحرارة العالية والهارش environmental conditions. فيكون في المكان الأول المايكرو أورجانيزمز أو البكتيريا، السيل وول والسيل برين السيل ممبرين بيكونوا more thicker علشان يتحملوا الهارش environmental conditions. Which of the following represents the difference between organism 1 and 2؟ تعالوا نتعرف عليهم. ده النستق اللي شفناه في اليو بكتيريا وقلنا عليه اوتوتروفيك، والأورجانيزم الثاني دي السفيريكال بكتيريا اللي اسمها كوكاي، برضو موجودة في اليو بكتيريا. يا ترى هما مختلفين عن بعض في ايه؟ التاكسونوميك جروب؟ لا، هما في نفس الجروب اليو بكتيريا. type of nucleus؟ لا، هما مش مختلفين في type of nucleus. اليو بك هما من نفس الجروب اليو بكتيريا، وبيتميزوا ان ما عندهمش نيوكليوس، بروكاريوتيك، دي ان ايه متبعتر في السيتوبلازم، في نفس الجروب. cell wall structure؟ لا، نفس السيل وول ستراكشر لانهم في نفس الجروب. امال ايه اللي مختلف عنهم؟ اللي مختلف عنهم الاركيو بكتيريا بيكون السيل وول مور ثيكر، اسمك وعنده قوه تحمل اكتر من السيل وول اللي موجود في اليو بكتيريا. طب مختلفين في ايه؟ زي ما قلت لك في الاول، النستق اوتوتروفيك، بيعمل فوتوسنتيسيس بروسيس، بيعتمد على نفسه في الغذاء، لكن الباقي او باقي البكتيريا الثانيه او معظمها زي الكوكاي زي الروت شيب زي سبايرال شيب كلهم هيتروتروفيك. Which of the following is not from characteristics features of phylum protozoa؟ مش من ضمن صفات phylum protozoa. unicellular؟ لا، هم فعلا كلهم unicellular. can't be seen in naked eye؟ ده حقيقي، بيقدروا مش بنشوفهم غير بالمايكروسكوب. simple structure؟ كل دي من صفات البروتوزوا احنا مش عايزينها. بيقول لك حاجه not from characteristics فايلم بروتوزوا، هختار الاوتوترافيك، هما مش اوتوترافيك خالص،
زي ما قلت لك يا اوتوترافيك، يعني كائنات بتعمل فوتوسنتسيس بروسس بناء ضوئي وتعتمد على نفسها في الغذاء. هتلاحظ ان معظمهم باراسايت، فايتانوسوما باراسايت اللي بتسبب الديزيز، فيدنج ديزيز اللي بتنقلها السي تي فلاي، وبلازموديوم الملاريا اللي بيسبب حمى الملاريا وبتنقله انثى او فيميل اوف انوكل، يعني باراسايت مش اوتوتروفيك. فالاوتوتروفيك مش من صفات which of the following organisms is unicellular، يعني بيتكون من خلية واحدة and has indefinite shape وشكل غير محدد. هما كلهم بيتكونوا من خلية واحدة، الأميبا، بيراميسيوم، بلازموديوم، تريبانوسوما، لكن هتلاحظ كده إن الأميبا ليها شكل غير محدد بسبب السيدوبوديا، الأقدام الكاذبة بتطلعها من مكان، تلمها من مكان تاني شكلها غير محدد، لكن البيراميسيوم محدد، بلازموديوم الملاريا شكل محدد، خلية واحدة بشكل محدد، التريبانوسوما كمان ليه ديفينيت شيب، فاخترنا الأميبا. Bacteria, Paramecium and Euglena are group of unicellular organisms. كائنات حية تتكون من خلية واحدة. Which of the following represents the suitable dichotomous key for these organisms? عايزين نعمل لهم مفتاح تصنيفي علشان نحطهم في المكان المناسب أو الجروب المناسب ليهم. هبتدي بـ unicellular organisms، صح؟ لأن كلهم بيتكونوا من خلية واحدة. بعدين هطلع زوج من الصفات. Have a definite nucleus، يعني organisms اللي عندهم نواة ليها شكل محدد. Surrounded by nuclear membrane، يحيط بيها غشاء نووي. بعدين الصفة الثانية don't have a definite nucleus، يعني organisms اللي ما عندهمش شكل محدد للنيوكليس، ال DNA متبعتر في السيتوبلازم زي ما انت شايف هنا في البكتيريا. طيب هاجي بعد كده اشوف، حطيت هنا البكتيريا، هل البكتيريا اكزامبل لاورجانيزم يونيسيلولر وعنده ديفينيت نيوكليس؟ هل البكتيريا عندها ديفينيت نيوكليس؟ لا طبعا، يبقى التويس ده كله رونج. طيب يونيسيلولر اورجانيزمز هاف ا ديفينيت نيوكليس، شكل محدد للنيوكليس، وحطيت اكزامبل يوجلينا وبيراميسيوم، فعلا بيراميسيوم واليوجلينا عندهم نيوكليس ليها شكل محدد وسراوندد باي نيوكليير ميمبرين، كان هاف ا ديفينيت نيوكليس. البكتيريا ما عندهمش شكل محدد للنواة، وحطيت هنا اكزامبل البكتيريا، ده دايكوتوموس كي، صح ما فيهوش مشكله. طيب هنشوف معاك الباقي. يعني سيلولر اورجانيزمز هاف سيليولوز ان ذا سيل وول، يعني اورجانيزم اللي عندها سيليولوز في السيل وول، حطيت البكتيريا، لا طبعا البكتيريا لسه قايلين من الكينجدوم مونيرا، وقلنا ان الاورجانيزمز دي ما عندهاش سيليولوز في السيل وول بدائيه جدا، تشويس ده ما ينفعش. يعني سيلولر اورجانيزمز have blastids don't have blastids، كويس ده زوج من الصفات، صح اللي عندهم blastids البكتيريا، هل البكتيريا عندها blastids؟ فطبعا رونج، يبقى البكتيريا هنا مش في المكان الصح، يبقى تشويس بي هو الشكل اللي قدامنا. يا ترى مين؟ لازم تكون عارف ان ده شكل اليوجلينا، تبقى حفظت خلاص. طيب اليوجلينا مكانها فين بالظبط؟ تعالوا نحدد. كينجدام بروتيستا، صح كده، هدخل فين بقى؟ في اي فايلم؟ هدخل في فايلم يوجلينوفايتا، دي معمول لها فايلم مخصوص، والاكزامبل بتاعنا كان اليوجلينا، وكانت الواي اوف موفمنت، طريقه الحركه هي الفلاجيلا، بيطلع لها صوت كده او فلاجيلا بتتحرك بيها، بس هي مش باينه في الصوره دي. طيب بيقولك ان اليوجلينا دي اللي بتتحرك بالفلاجيلا عندها او شيرز بتشارك الترايبانوسوما ان ايه. طب تعالى نفتكر كمان الترايبانوسوما دي ايه، كانت برضو كينجدوم بروتيستا، كانت فايلم بقى بروتوزوا، ايوه، ومن البروتوزوا طلعنا فور كلاسز، دخلنا بقى على كلاس فلاجيلاتا، كان اكزامبل بتاعنا ترايبانوسوما. هو بقى بيقول لك اليوجلينا بتشارك الترايبانوسوما في ايه؟ الترايبانوسوما اللي عندها فلاجيلا، فلاجيلا صوت بتتحرك بيه، يبقى هما بيتشاركوا مع بعض في مين اوف لوكوموشن، طريقة الحركة. اليوجلينا عندها صوت او فلاجيلا بتتحرك بيه، والترايبانوسوما حتى موجودة في كلاس فلاجيلاتا، يعني اورجانيزمز اللي عندهم فلاجيلا او صوت بيتحركوا بيه، فهما بيتشابهوا مع بعض في مين اوف لوكوموشن.
مود اوف ليفنج، لا طبعا. ال مود اوف نيوتريشن، لا النيوتريشن ما تنساش. اليورينا اوتوتروفيك، بتعمل فوتوسنتسيس بروسس وعندها جرين بلاستيدز، لكن التريبانوسوما باراسايت ما تنساش. افكت اون هيومن هيلث، تاثير على صحه الانسان. اليورينا ملهاش اي تاثير على صحه الانسان، لكن التريبانوسوما بتسبب السليبنج ديزيز. This organism, Euglena, is characterized from the plants in the هو بيتميز عن ال plants بإيه؟ بما إنه بيشبه ال plants بإن عنده green plastids و autotrophic، يقدر يعمل photosynthesis process، ولونه أخضر زي ال plants بالظبط. لكنه إيه اللي بيميزه عن ال plants؟ ليه ما حطيناهوش يعني من مع ال plants؟ هو بيتميز عن النبات في إيه؟ في وجود mean of locomotion، في وجود وسيلة للحركة، وهي الفلاجيل. دي الحاجة اللي بتميزه أو بتخليه يختلف عن البلانتس. البلانتس ما بي most of the kingdom to which this organism belongs to characterized by الكينجدوم اللي موجود فيها الأورجانيزم ده اليوجليني. الكينجدوم كان اسمها ايه؟ كانت اسمها بروتست. بيقولك بقى البروتست دي بتتميز بايه؟ تعالوا نشوف. ان كل الأورجانيزمز اللي فيها يوني سيلولر، صح، كل الاورجانيزمز اليوجلينال دايتومز الدينوفلاجيلاتا اميبا براميسيوم تريبانوسوما بلازميديوم كلهم يوني سيلولر. موفينج باي فلاجيلا، كلهم بيتحركوا بالفلاجيلا، لا طبعا كلهم عندهم اصوات. عندك البراميسيوم بيتحرك بالسيليا، الميبا بتتحرك بالسيريوبوديا الاقدام الكاذبه، فمش كلهم وسيله الحركه الفلاجيلا. كونتيننج جرين بلاستيدز، كلهم عندهم جرين بلاستيدز، لا طبعا الاميبا مثلا ما عندهاش. بينج اوتوتروفيك، يعني ايه اوتوتروفيك؟ يعني عندهم جرين بلاستيدز وبيعملوا فوتوسنتسيس بروسيس زي البلانتس، لا مش كلهم. هي الاميبا كده عندها جرين بلاستيدز وتعمل فوتوسنتسيس بروسيس، لا. انا بعمل ايه دلوقتي؟ بتكلم عن صفات البروتيست اللي من ضمنها اليوجلين. What is the reason that made scientist Whittaker، السبب اللي خلى Whittaker يحط الأميبا براميسيوم and يوجلينا، أميبا براميسيوم ويوجلينا في one kingdom اللي هي kingdom protist، ليه حطهم في kingdom واحد؟ ايه السبب؟ السبب ببساطة التركيب، ان كلهم بيتشابهوا في التركيب بتاعهم. فالتركيب مش بسيط قوي قوي زي مونيرا، وفي نفس الوقت not complex، مش معقد. هم بيتكونوا من unicellular، بيتكونوا من خلية واحدة بس. كمان النيوكليوس يوكارياتيك، يعني ليها شكل محدد surrounded by ال DNA surrounded by nuclear membrane، وكمان منفصل يعني عن السيتوبلازم. وهنلاحظ انه كمان مختلف عن النبات والانيمالز، البلانتس والانيمالز، يعني كمان مش معقدين في التركيب زي البلانتس والانيمالز، فهم وسط، هم اكتر تطور من المونيرا ومش معقدين قوي زي الـ زي ال بتاعت الانيمال. فهقول structure of body. تعالى نشوف باقي الاختيارات. يا ترى means of locomotion هم اصلا مختلفين في طريقه الحركه، يعني الاميبا مثلا بتتحرك بالسيريبوديا، قلنا براميسيوم بالسيليا، اليوجلينا بالفلاجيلاتا، مش هينفع. مثلا mode of nutrition، طريقه التغذيه، عندك اليوجلينا اوتوتروفيك، وقلنا يعني ايه اوتوتروفيك، والباقيين هيتروتروفيك. طيب ميثود اوف ريبرودكشن، بعضهم بيتكاثر سيكشولي وبعضهم تاني اي سيكشولي. عندك مثلا كينجدوم بروتوزوا، بروتوزوا احنا اتكلمنا عليها، قلنا ان سوري فايلم بروتوزوا، فايلم بروتوزوا في منها بيعمل ريبرودكشن سيكشولي وفي منها اي سيكشولي. وبالتالي فالاورجانيزمز دي الثلاثه يعني مختلفين عن بعض في الواي اوف ريبرودكشن، طريقه التكاثر. اليوجلينا مختلفة عن الأميبا والبراميسيوم in way of production. What is the standard that made scientist Whittaker to put Euglena and Nostoc in two different taxonomic groups؟ إيه اللي خلى Whittaker يحط النوستوك في كينجدوم مونيرا واليوجلينا في كينجدوم تانية اللي هي بروتست؟ السبب إيه؟ هو شكل النيوكليوس أو type of nucleus. النيوكليوس او الدي ان ايه في النوستك عامل ازاي؟
هل الجينيتك ماتيريال سراوندد باي ميمبرين؟ لا، الدي ان ايه مبعثر كده، متبعثر في السيتوبلازم زي ما قلنا، ملوش شكل محدد زي البكتيريا. وبالتالي حطيناه في كينج دام مونيرا، لان كينج دام دي بتشمل 11 اورجانيزمز اللي الدي ان ايه بتاعها مبعثر في السيتوبلازم، وبالتالي بنسميهم بروكريوت. اما النيوجرين ليها نيوكليس، ليها ديفينيت شيب سراوندد باي نيوكلير ميمبرين، وبالتالي حطيناها في كينج دام بروتيستا اللي بنسميهم يوكاريوت. وبالتالي كينج دام بروتيستا دي او اليوكاريوت بتشمل كل الليفنج اورجانيزمز اللي ايه بتاعها او النيوكليس بتاعتها ليها ديفينيت شيب بشكل محدد، والدي ان ايه سراوندد باي ميمبرين. فالسبب هو التايب اوف نيوكليس. Presence of blastids، لا الاثنين عندهم blastids على فكرة. Difference in mode of living، الاثنين autotrophic، يعني عندهم green blastids وبيقدروا يعملوا أكلهم بنفسهم. Number of cells، الاثنين بيتكونوا من. What is the difference between euglena and dianoflagellata؟ تعالوا نحددهم، أهي اليوجلينا وأهي الديانوفلاجيلاتا، الفرق بين الاثنين. Number of body cells، الاثنين unicellular بيتكونوا من خلية واحدة. Mode of nutrition، الاثنين autotrophic يعني عندهم green plastids ويقدروا يعملوا photosynthesis process. Mean of locomotion، الاثنين عندهم flagella، اليوجلينا عندها one flagella، الديانوفلاجيلاتا عنده اثنين، فطريقة الحركة هي الفلاجيلا، فهم مش مختلفين في ده. Type of pigments، نوع الصبغات، احنا قلنا الديانوفلاجيلاتا عندها بجانب الجرين كلوروفيل البيجمنتس الخضراء، الجرين عندها ريد بيجمنتس صبغة تانية حمراء، حتى بيسموها شعبة الطحالب النارية، بايوفايتا يعني طحالب نارية. اوكي، فهما مختلفين في ايه؟ التايب اوف بيجمنتس، ان دي داينوفلاجيلات عندها ريد بيجمنتس. Which of the following characteristics is different between organisms X and Y؟ عايزين دلوقتي الفرق ما بين X و Y نتعرف عليهم الأول. Y خلاص عرفناها، دي اليوجلينا. X دي الترايبانوسوما، تعالوا نحدد مكانها، أهي دي الترايبانوسوما اليوجلينا. الفرق بين الاتنين، Kingdom to which they belong، الاثنين في Kingdom Protista. Number of body cells، الاثنين unicellular بيتكونوا من خلية واحدة. Mode of nutrition، اليوجلينا autotrophic، تانية عندها green blastids بتعمل photosynthesis process زي النبات بالظبط. أما XD trypanosoma parasite، متطفلة تتطفل على الإنسان وتأثر على النيرفس سيستم الجهاز العصبي، وبتسبب مرض النوم sleeping disease، يبقى mode of nutrition طريقة التغذية. mean of locomotion على فكرة لأ، اليوجنينة عندها فلاجيلا والتريبانوسوما برضو عندها فلاجيلا، بتتحرك بالفلاجيلا. Which of the following organisms has or have blastids in its cytoplasm؟ خلاص عرفنا بقى، اليوجلينا عندها اهي الشكل ده عندها بلاست. Which dichotomous key is used in identifying the organisms 1 and 2؟ هنختار مفتاح تصنيفي يفهمنا او يعرفنا الاورجانيزمز دي. مفتاح التصنيف الصح هو ايه؟ اولا المفتاح التصنيفي الصح هو choice B، يعني unicellular، الاثنين بيتكونوا من one cell. بعدين هطلع زوج من الصفات، binucleated يعني organisms عنده أكتر من نيوكليس أو اتنين نيوكليس، هو organism one الباراميسيوم. mononucleated يعني organisms عنده نيوكليس واحدة بس، وهو اليوكلين. تمام، فأنا كده اخترت choice B، هو ده choice الصح. طيب أنا عرفت إزاي، والمفروض إن دي معلومة مش واضحة قوي عندي في الكتاب، بتحل الأسئلة دي بالاستبعاد. يعني مثلا تعالى نشوف choice 1، بروكاريوتك، هل أنت شايف إن الـ two organisms دول بروكاريوتك؟ إحنا قلنا بروكاريوتك يعني النيوكليس ملهاش شكل محدد والـ DNA متبعثر في السيتوبلازم. لا، النيوكليس أهي ليها شكل محدد، وبالتالي choice 1 ما ينفعش. طيب سي، يوكاريوتك يعني النيوكليس ليها definite shape، ماشي تمام. طيب طلعنا زوج من الصفات، unicellular multicellular، أوكي ممكن. طيب unicellular بقى، حط organism 1 unicellular صح، بس هل
اورجانيزم 2 ريجولينا مالتي سيلولر، اكتر من خليه بتتكون من اكتر من خليه، لا هي يوني سيلولر، بالتالي تشويس سي ما ينفعش. طيب دي بقى يوني سيلولر بيتكونوا من خليه واحده، بعدين طلع زوج من الصفات مابل وفاكس، تمام. طيب المابل بقى اورجانيزم نمبر 1، يعني هو اوكي بيتحرك بالسيليا ممكن. طيب هل اورجانيزم نمبر 2 فيكست ثابت ما بيتحركش؟ لا ده عنده فلاجيلا وبيتحرك، فتشويس دي كمان هو ما ينفعش، فعشان كده قلنا تشويس بي. الشكل اللي قدامنا جراف بيمثل علاقة ما بين نمبر اوف فلاجيلا، عدد الأصوات اللي تستخدم في الحركة، والليفنت اورجانيزمز الكائنات الحية. أي مثلا نشوف كده اورجانيزم ايه عنده فلاجيلا، وان فلاجيلا، يبقى ده مين؟ اكيد اليوجبينا او الترابانوسوما عندها فلاجيلا واحده. طيب 2 بي ده مين؟ عنده اتنين فلاجيلا، يبقى ده اكيد الديانو فلاجيلات. بي عنده وان فلاجيلا، يبقى برضو يا اليوجبينا او الترابانوسوما، حاجه من الاثنين. اما دي بقى ده ما عندوش خالص، يبقى ده مين؟ اكيد البلازموديوم اللي ما عندوش اي فلاجيلا او اي وسيله للحركه. تعالى نجاوب، which of the following living organisms had red color؟ مين ال living organisms في دول عنده red color؟ اللي عنده red color هو ال دايانوفلاجيلات، وال دايانوفلاجيلات هي عندها green chlorophyll، ومع ال green chlorophyll ما تنساش فيه اللون الأحمر ده، عشان كده بيسموها الطحالب النارية. ما علينا، فهي عندها كام فلاجيلا؟ اتنين، يبقى أكيد ال living organism B اللي عنده 2 فلاجيلا هو اللي عنده الريد كالر اللي بيسأل عليه. Which of the following أو which of the following living organisms، مين هو الكائن الحي causes malaria disease، اللي بيسبب مرض الملاريا؟ أكيد أنت مذاكر وعارف إن اللي بيسبب الملاريا disease هو البلازموديوم الملاريا. تعالى نعمل له classification. حاضر، kingdom protista، phylum protozoa، class سبوروزوا، في الاخر وصلنا للبلازموديوم. طبعا انت مذاكر وعارف ان هو ما عندوش اي او نو لوكوموشن، ما عندوش اي وسيله للحركه، يبقى اكيد هو الليفنج اورجانيزم دي اللي ما عندوش اي وسيله للحركه او نو ميثود اوف موفمنت، فهيكون ليفنج اورجانيزم دي. اتفقنا مع بعض خلاص ان الليفنج اورجانيزم دي ده الدانوفلاجيلاتا ودي البلازموديوم. هنا بقى بيسألك على living organism A and C، يا ترى مين؟ هنا هو بيديك معلومات، بيقول لك إن الأورجانيزم A and C belong to the same kingdom، هما في نفس الكينجدوم، ومن الجراف فهمنا إن الاتنين عندهم one flagella، يبقى أكيد هيكونوا أي kingdom؟ أكيد kingdom protista، لأن هي اللي فيها living organisms عندهم فلاجيلا او اصوات، بعد living organisms عندهم فلاجيلا، يبقى على طول احنا رحنا ل kingdom protista او بندور في kingdom protista. اوكي يبقى اكيد بقى بديهي هنفكر مين هي living organisms اللي في kingdom protista وعندها one flagella؟ اكيد اليوبرينا واكيد الترايبانوسوما، الاثنين في kingdom protista والاثنين عندهم وان فلاجيلا، صوت واحد، يبقى هم دول اللي لازم يجوا في دماغي. طيب بيديك بقى حاجة تانية معلومة، بيقول لك ان الاورجانيزم A doesn't cause any disease، مش بيسبب اي امراض، يبقى هختار مين؟ يوجلينا ولا ترايبانوسوما؟ يبقى اليوجلينا، انا هبتدي بقى باليوجلينا. اما تو بقى اكيد هو الترايبانوسوما. الشكل اللي قدامنا تيبل بيبين some characteristics، بعض الخصائص for three unicellular organisms، كائنات حية وحيدة الخلية، يعني A, B and C دي living organisms، كائنات حية وحيدة الخلية. وهنبص في الاختيارات بقى هنلاقي النوستيك دايتومز الدينوفلاجيلاتا، فانت هتدور في اي كينجدوم هتروح عند بروتيستا. تعالوا نشوف بقى living organism A، بيقول إن ال cell wall are rich in silica، في سيليكا في ال cell wall، أكيد ده البات، لأن قلنا الجدار بتاعه بيبقى looks like الجلاس، وال cell wall عنده سيليكا، يبقى ده البات. كويس، يبقى أنا
هفكر في اختيار بي او سي. تعالوا نكمل. living organism بي بيقول انه اوتوتروفيك، يعني ذاتي التغذيه، عنده كلوروفيل. ما دام اوتوتروفيك يبقى عنده كلوروفيل، يقدر يعمل فوتوسنتسيس بروسيس، مضل بيتحرك، وعنده كمان ريد بيجمنتس ان كالر، يعني هو اوتوتروفيك، يعني عنده الجرين كلوروفيل وكمان عنده الريد بيجمنتس الصبغه اللي لونها احمر. هيجي في بالي على طول مين؟ الداينوفلاجيلا، هي الوحيده الكينجدام بروتيستا اللي عندها الريد بيجمنتس ومبل بتتحرك لان عندها اثنين فلاجيلا، واوتوتروفيك لان عندها جرين كلوروفيل داينوفلاجيلا. خلاص يبقى انا همشي في الاختيار ده. سي بيقول اوتوتروفيك ومبل بيتحرك وعنده اي سبوت بقعه عينيه، يبقى اليوجري. Although the Dead Sea is named after this name due to the absence of organisms in it. يعني البحر الميت بيسموه كده ليه؟ بسبب ان مفيش living organisms، مفيش كائنات حية بتعيش فيه، لانه extremely salty، المياه مالحة جدا. لما عملوا examining a water sample، عملوا فحص لعينة مياه from it، لاحظوا وجود some organisms، بعض الكائنات الحية. بيسألك deduce standing، مين ال living organisms اللي ممكن تكون شفناها في الفحص؟ يعني ايه examining as a water sample؟ خدوا نقطة مياه من البحر وفحصوها تحت الميكروسكوب، لاحظوا وجود كائنات حية. أكيد الكائنات الحية دي micro organisms، يعني كائنات حية صغيرة جدا جدا، مش بتتشاف غير تحت الميكروسكوب. يبقى يوني سيلولر كانت وحيدة الخلية، وأكيد الكائنات دي الوحيدة الخلية بسيطة التركيب، لازم يكون عندها القدرة إنها تتحمل، أو عندها قدرة التحمل إنها تعيش في salty environment، تعيش في بيئة عالية الملوحة. أكيد دي، أو نتوقع إن من الكائنات الحية دي الأركيوبكتيريا. الأركيوبكتيريا زي ما درسنا هي يوني سيلولر، وحيدة الخلية، مايكرو أورجانيزمز مش بنشوفها غير تحت الميكروسكوب، لها قدرة إنها تعيش في الـ harsh environmental conditions، الظروف البيئية الصعبة، منها الـ salty environment، شديدة الملوحة. فنتوقع إن الكائنات الحية دي تكون. بعدين بيسألك هنا بقى deduce name of kingdom، اسم الـ kingdom to which these organisms belong، اللي بتتبعها الكائنات الحية دي. يعني انت احنا قلنا ان الاورجانيزمز اللي في الديد سي ممكن تكون اركيوبكتيريا. بيسالك بقى عن الكينجدوم اللي بتشمل الاركيوبكتيريا. كينجدوم مونيرا، اركيوبكتيريا موجوده في كينجدوم مونيرا. بيسالك بقى what are characteristics features of them، ايه هي خصائص الكينجدوم مونيرا اللي موجود فيها الاركيوبكتيريا او الاورجانيزمز اللي لقيناها في الديد سي. هتتكلم عن الكاركترستكس او خصائص كينجدوم مونيرا. In the light of your study for characteristic features of both prokaryotic and eukaryotic، انت درست وعرفت يعني ايه prokaryotic ويعني ايه eukaryotic. prokaryotic يعني ال DNA المدرورسية، بتكون متبعثرة في السيتوبلازم مش surrounded by membrane أو nuclear membrane. eukaryotic يعني الدي ان اي بيكون surrounded by nuclear membrane ونيوكليس ليها definite shape بشكل محدد. يقول بقى الشكل المقابل بيمثل one of the microscopic organisms، يعني كائن حي مش بنشوفه غير تحت الميكروسكوب. بيعيش في الهيومن المنتوري كانل، اكيد متطفل طبعا، بيعيش في القناه الهضميه للانسان. بيسالك السيل دي للاورجانيزمز هي بروكاريوتيك ولا يوكاريوتيك؟ explain your answer. هنقول له ده طبعا eukaryotic، وده لان زي ما انت شايف النيوكليس is surrounded by nuclear membrane وليها definite shape بشكل محدد. All protozoans، ثانية واحدة، يعني ايه protozoans؟ kingdom protista، phylum protozoa، الكائنات الحية اللي موجودة في phylum protozoa بنسميهم protozoans. بيقول are mobile living organisms، يعني كلها كائنات حية mobile متحركة. انت ايه رأيك في العبارة دي، نقول صح ولا غلط؟
تعالى نبص عليها. البروتوزوانز بيخرج منها فور كلاسز، ساركودينا وزي الأميبا بتتحرك بالسيليبوديا الأقدام الكاذبة، سيليفورا بتتحرك، البيراميسيوم بتتحرك بالسيليا، والتريبانوسوما عندها صوت واحد بتتحرك بالفلاجيلا، أما البلازموديوم هاف نو مين أوف لوكوموشن، ما عندوش وسيلة للحركة، وبالتالي بنقول هنا الستيتمنت رونج، وهنديله إكزامبل نقول له بلازموديوم اللي موجود في كلاس سبوروزوا جوه فايلم بروتوزوا هاف نو مين اوف لوكوموشن، ما عندوش وسيله للحركه. What are similarities التشابهات and differences الاختلافات بين نوستوك and أميبا؟ نوستوك والأميبا تعالى نحدد مكانهم فين بالظبط ونشوف التشابه والاختلافات. ده نوستوك والأميبا تفتكر متشابهين في ايه؟ هقول ان both of them consists of one cell، اللي بيتكونوا من خلية واحدة، يعني unicellular organisms. أما بقى differences الاختلافات بين الاثنين، طبعا زي ما انت شايف النوستوك موجود في كينجدوم مونيرا، وكل المونيرانس بروكاريوتيك، يعني الدي ان اي متبعتر في السيتوبلازم، ملوش النيوكليس، ملهاش ديفينيت شيب، مش سراوندد باي نيوكليير ميمبرين، يبقى كمان النوستوك هو كمان بروكاريوتيك. طيب اما الاميبا موجوده فين؟ في البروتيستا، وكل الليفينج اورجانيزمز اللي موجوده في البروتيستا مالها يوكاريوتس، يعني ال DNA surrounded by membrane ولها شكل محدد، يعني هي كمان يوكاريوتك. النوستوك ما تنساش قلنا عليه اوتوترافيك، يعني عنده كلوروفيل ويقدر يعمل فوتوسينثيسيس بروسيس، يعتمد على نفسه في الغذاء، اما الاميبا ما عندهاش كلوروفيل وهيتروتروفيك، ما بتقدرش تعمل فوتوسينثيسيس بروسيس. خلينا متفقين بأي living organism عنده كلوروفيل سواء كان ثعلب أو بكتيريا أو بلانت بنقول عليه اوتوتروفيك، يعني يقدر يعمل فوتوسينثيسيس بروسيس ويعتمد على نفسه في الغذاء. لو اتكلمنا على البيجمنتس الصبغات هقول النوستوك عنده كلوروفيل لأنه لونه أخضر زي ما أنت شايف، ووجود الكلوروفيل ده عامل مهم اللي بيساعده إنه يعمل فوتوسينثيسيس، لأن الكلوروفيل دي هي البيجمنتس اللي أبزورب اللايت وبتساعده إنه يعمل الفوتوسينثيسيس بروسيس. لكن طبعا الأميبا ما عندهاش doesn't contain chlorophyll pigments. هي دي differences. أو pyrophyta contains red pigments only. How far this statement is correct؟ هقول wrong، بس نحب الأول ندور عليها فين البيروفايتا؟ kingdom protesta، phylum pyrophyta، وكان الإكزامبل الدانوفلاجيلاتا. تعال بقى نشوف صفات البيروفايتا أو اللي إكزامبل ليها دينوفلاجيلاتا. بيقول لك إن البايروفايتا عندها ريد بيجمنتس خطت معايا، which provides them the red color اللي بتديها اللون الأحمر. مش بس كده، كمان عندها الكلوروفيل بيجمنتس، يعني عندها ريد بيجمنتس وعندها كمان كلوروفيل لونه أخضر الجرين بيجمنتس، يعني مش الريد بيجمنتس أونلي. يعني بتقول رونج وبتكتب الجزء ده. If you have three slides، عندك ثلاث شرايح في المعمل وشفت مايكرو اورجانيزمز، اميبا، يوجلينا، بيراميسيوم، طبعا عرفتهم خلاص. How can you identify each of them؟ ازاي تتعرف على كل واحده فيهم او ازاي تفرق بينهم؟ الاميبا بتتعرف عليها بالسيلوبوديا او الاقدام الكاذبه، يوجلينا بتعرف عليها بالفلاجيلا او الصوت، اما البيراميسيوم بنتعرف عليها بالسيليا او الاهدي. يعني بتفرق بينهم by بواسطة way of locomotion، وسيلة الحركة. The more diatoms in lake، كل ما زادت الدياتومز في بحيرة مثلا. The greater income to the fishermen، كل ما زاد دخل الصيادين who are fishing اللي بيصطادوا من البحيرة دي. How far this statement is correct، هنقول له طبعا right. أما الإكسبلانيشن بتقول له إن الدياتومز دي بتمثل great importance أو great source، يعني مصدر كبير جدا لغذاء الفش السمك والمارين creatures الكائنات البحرية. خطط كده معايا هتقول إن ال diatoms are considered an important source for food for fish and other marine creatures أو animals. كل ما زادت ال diatoms كل ما زادت الثروة السمكية، كل ما زاد دخل الصيادين.
The following figures illustrate some living organisms. 1 و 2 و 3 و 4 أكيد عارفهم طبعا. Determine the kingdom. حدد المملكة to which each organism from the previous belongs. According to traditional classification system. ركز السؤال ده فيه خدع. عايز المملكة اللي ينتمي إليها كل organism من دول على حسب traditional classification system التصنيف القديم. على طول هتفتكر مين؟ كارلوس لينيوس هو ده بتاع الترديشنال كلاسيفيكيشن سيستم التصنيف القديم. قسم الليفينج اورجانيزمز بس لانيمال كينجدوم وبلانت كينجدوم. فهقول ان اورجانيزم نمبر 1 بما ان عنده كلوروفيل ما بيتحركش اوتوتروفيك يبقى ده بلانت تبع البلانت كينجدوم. اما 2 و 3 و 4 ما عندهمش كلوروفيل هيتروتروفيك وبيتحركوا زي ما انت شايف كل اورجانيزم عنده وسيله للحركه. فهنقول انهم belong to animal kingdom يبقى number 1 plant kingdom 2 و 3 و 4 animal kingdom. فكرة جديدة بقى هنا السؤال بيسألك determine the similarities التشابه between each organism from the previous كل كائن حي من اللي فوق ده and organism A اليوغلين. التشابه ما بين A اليوغلينة والنسطك هو طبعا وجود الكلوروفيل بيجمنتس اللي بتساعد كل واحد فيهم انه يعمل فوتوسنتسيس بروسس بيكون اوتوتروفيك. طيب اليوغلينا و اورجانيزم 2 او الاميبا طبعا وجود النيوكليوس او ديفينيت شيب اوف نيوكليوس. النيوكليوس ليها شكل محدد وسراوندد باي نيوكليير ميمبرين فبنسميهم الاثنين يوكارياتك. طيب التشابه بين اليوغلينا و اورجانيزم 3 دي البكتيريا. التشابه ان الاثنين يوني سيلولر بيتكونوا من خليه واحده بس. الستراكشر از نوت كومبلكس مش معقد بسيطه في التركيب وموفابل متحركين الاثنين بيتحركوا. التشابه ما بين اورجانيزم A فور الترايبانوسوم التشابه مين اوف لوكوموشن وسيله الحركه او الفلاجيلا الاثنين عندهم نفس وسيله الحركه هي الفلاجيلا او الصوت. أخيرا بيسألك تاني عن الداتمز قد إيه هي مهمة. خلي بالك give reason datums have a great economic importance لها أهمية اقتصادية كبيرة. خطط كويس هنا هتقول له لأنها considered an important source for food for fish and other marine creatures مصدر مهم جدا لغذاء الأسماك وكثير من الكائنات البحرية وما تنساش إنها بتكون بتروليوم بعد ملايين السنين.